نناشدكم عني وعنكم وما درى سؤالي بأن العيب في من نسائل. يلا والله بالجميع معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ شوفوا عشان بس لا يكثر الكلام واقعد الف ودور وطول الفيديو على غير فائده، نتفليكس صاملين ما في فائده، لا واضح انه انا وانت وكل شخص حاول انه ايش يقف ضد الفيلم ذا اللي نشروه قبل كم شهر او قبل سنه، ما في فائده. نتفليكس ولا اي حساب ولا عملت لنا اي حساب كذا، اسمع من هنا حتى ما سمعوا، ما في يعني ما سمعوا وطلعوا من هنا، ما سمعوا اصلا، صوتي انا وانت ضعيف. لكن انا عندي الحل، انا اقول لك ايش الحل، هم ما يبغوا يحذفوا الفيلم، انا اعرف ايش الحل. بناخذ حركه ايش مارك هايزنبرغ، مارك هايزنبرغ الزمن ايش اسمه ذاك حق فيسبوك، مارك كركسبرغ، فايش هو ايش كان يسوي ذاك؟ فيسبوك شافت ايش واتساب قاعدين ينافسوهم، فقال لك ايش بنافسه بحاول اطيح بفيسبوك بالواتساب، ما قدروا، فايش راح سوى؟ راح اشترى واتساب. بعدين حاول ينافس انستغرام ما قدر، قام قال كيف اطيح بانستغرام، راح اشترى الانستغرام. فاللي راح نسويه انا وانت عزيزي الوجيه اليوم، بنروح نشتري شركة نتفليكس، نشتريها ونعيد بناءها من جديد بأسلوبنا وطريقتنا الخاصة. فكرة حلوة صح؟ هيا تعال تعال خلينا نشوف أول شيء كم قيمة نتفليكس عشان إيش نبدأ نجمع الفلوس. قيمة شركة نتفليكس القيمة السوقية نتفليكس تتجاوز 100 مليار دولار. بسيط بسيط، الأمور طيبة. خلينا نشوف كم في حسابي في البنك أول شيء، بخفي المعلومة دي عنكم بس إيش. اوكي حسابي في البنك فيه 17 ريال، طيب بسيطة. نشوف كم 100 مليار، هذه 100 مليون، هذه 100 مليار، نقص منها 17 ريال اللي معايا، يبقى لنا نجمع 99,999,999,983 ريال. خلاص نجمع 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 100 مليار ونشتري نتفليكس، وبعدين نحذف فيلم كيوتي و نشوف ايش السالفة. موقع IMDb يا جماعة يعتبر مرجعي الأول في كل شيء يتعلق بالأفلام والمسلسلات، سواء حبيت أعرف مين أبطال الفيلم أو مين الكاتب أو مين المخرج أو حتى الملحنين وشركات الإنتاج والتكاليف الخاصة بالأفلام. والأهم من هذا كله واللي يهمني في موقع IMDb هو تقييمات الأفلام والمسلسلات. التقييمات في هذا الموقع يا جماعة أثق فيها، أثق فيها أكثر من أي شيء ثاني. خلي روتين توميتو روتين بطيخ من لا IMDb مرة رهيب، لأنه يوفر لك تقييمات جمهور ناس طبيعيين زي وزيك، ويوفر لك كمان تقييمات نقاد ناس يعني ايش مرة فاهمين، تقدر تشوف تقييم الجمهور وتعليقاتهم ومراجعاتهم، وتقدر تشوف تقييمات النقاد وتعليقاتهم ومراجعاتهم برضو، وتقدر انت كمان تقدر تسوي حساب في الموقع وتقيم الافلام والمسلسلات بنفسك وتكتب مراجعاتك عنها والناس تقراها وتوافقك ولا ما توافقك وتتضاربوا براحتك، غير انك تقدر تسوي قوائم خاصة فيك وتنشرها. والله انا بسوي قائمة بافضل افلامي وانشرها والناس تشاركني رأيهم فيها، وتقدر تطلع على قوائم ناس مسوينها داخل الموقع، بتلاقي قوائم كثيرة، في ناس مسوين قائمة أفضل مخرجين، قائمة أفضل ممثلين وممثلات، أفضل أفلام خيال علمي، أفضل أفلام سير ذاتية، أفضل أفلام حربية، يا عمي قوائم مليانة إلي من هنا لين بيت جدتي، وحط في بالك بيت جدتي مرة بعيد. بشكل عام الموقع أصلا مبني على فكرة القوائم هذه. برضو تقدر تقرأ معلومات واقتباسات كل فيلم أو كل مسلسل على حدة، تقدر تعرف قصة الفيلم بالمختصر لو أنت إنسان يعني ما تحب تشوف تريلرات ومن ذا الكلام، تقدر تعرف تواريخ ومواعيد الأفلام أو الحلقات، تقدر تقرأ السيرة الذاتية للممثلين والممثلات وصناع الأفلام بشكل عام، تقدر تطلع على قائمة أفضل الأفلام من ناحية التقييم، تقدر تطلع على قائمة أفضل المسلسلات من ناحية التقييم، طلع على جوائز الأوسكار والجولدن جلوب والإيمي من 1929. ما عليك لأنك تدخل على الموقع IMDb. أنا ليش قاعد أتكلم كأنه إعلان؟ ترى من جد الموقع والتطبيق ذا حق IMDb فيه ميزات مرة كبيرة، أدخل بس وحوس واسبح ما راح تخلص، عالم مرة كبير. يا عمي أقول لك حاجة، تقدر مقابل 13 دولار في الشهر ترقي حسابك من حساب عادي إلى برو أو إلى IMDb برو، ولك أن تتخيل كمية الميزات اللي بتجيك. خليني بس كذا أعطيك على السريع أهم الميزات لو أنك رقيت حسابك، إلى IMDb برو. أول حاجة تقدر تسوي بروفايل خاص فيك داخل الموقع، مش حساب داخل الموقع، لا بروفايل يعني كذا زيك زي الممثلين، بس ما ينفع تسوي بروفايل وأنت ما عندك أفلام، ما يصلح، لازم تكون ممثل وكذا وعندك أفلام تحطها، شاركت في الفيلم هذا وهذا وهذا، فاهم؟ المهم في IMDb برو يا حبيبي غير أنك تقدر تسوي بروفايل وتصير كذا إيش إنسان كبير والناس تبحث عن اسمك، تقدر تتواصل مع وكلاء الأعمال تبع الممثلين أو المخرجين أو المنتجين أو شركات الإنتاج، تلاقي رقمه، ألو سلام عليكم، أنتم شركة ليوناردو كابريو أو أنتم الوكلاء حق ليوناردو كابريو، ممكن أتكلم مع الرجال أبغاه في عرض فيلم. طبعا ما
راح يهتموا اذا انت مجرد شخص. وكمان تقدر تقدم على وظائف في مجال التلفزيون والسينما في قسم كامل للتوظيف او تجارب الاداء. تلاقي مخرجين او شركات انتاج يطلبون ممثلين، والله مطلوب شخص طويل وعنده شنب ونحيف وما نعرف ايش، مطلوب شخص بملامح عربي، بتلاقي كذا فعلا قائمه ناس مطلوبين، مطلوب ممثل، مطلوب ممثله، مطلوب بودي جارد، مطلوب مصور، مطلوب مهندس صوت، كل شيء مطلوب هنا. طبعا غالب الطلبات كلها في اوروبا وامريكا، ولكن ممكن تلقى فرصه مناسبه لك، ما تدري وين رزقك. غير انه في تجربه مجانيه لهذه الخدمه او خدمه اي ام دي بي برو، اجربها لمده شهر، لو ناسبتك اشترك فيها ولو ما ناسبتك اسحب عليها زي ما انا سويت. خلاصه الكلام عزيزي الوجيه، والله اني كثرت كلامه، بس والله فعلا اي ام دي بي موقع فخم وتطبيق فخم. خلاصه الكلام عزيزي الوجيه، شايف الموقع الضخم هذا؟ شايف هذه الميزات والكميه الهائله من الافلام والمسلسلات داخل هذا الموقع، تقييمات وقوائم ما تخلص. يتخيل انه بدايه هذا العمل IMDb كانت عبارة عن موضوع في منتدى، وسنة 1998 أمازون اشترت موقع IMDb هذا بكبره مقابل 55 مليون دولار. واو صح؟ هيا تعال وخليني أحكي لك القصة الجميلة لهذا الموقع أو موقع IMDb. سنة 1990 كان في واحد طفشان وما عنده أي شغلة في الحياة، بس إنه مرة مهتم ويحب مجال السينما والتلفزيون. قرر أخ الطفشان هذا إنه يسوي قائمة اسمها Those Eyes أو تلك العيون. القائمة هذه يفترض إنه يجمع فيها أسماء ممثلات عيونهم جميلة من وجهة نظره. المهم الأخ الطفشان هذا جمع مجموعة أسماء ممثلات عيونهم جميلة يعني، وراح ونشرها في أحد المنتديات المهتمة بعالم السينما والتلفزيون. غريب انه صديقنا الطفشان هذا انصدم من كمية التفاعل اللي حصلت في المنتدى على هذه القائمة. قام راح ايش بطبيعة الحال، اوه حماس، يلا خلينا نسوي قائمة ثانية. قام وراح سوى قائمة اسمها قائمة الممثلين، كذا قائمة تدخل في اسماء ممثلين، جمع فيها كل اسماء الممثلين اللي قدر يجمع فيها. بعدها واحد ثاني من الشلة برضه في المنتدى يعني خويه وكذا، قال له يلا انا بسوي قائمة اسمها قائمة الممثلات، ونحط كل ممثلة نعرفها في طريقنا في هذه القائمة. جاء خويهم الثالث وقال يلا وانا معاكم بسوي قائمة اسمها قائمة المخرجين، وبجمع فيها كل مخرج في طريقي. طبعا صعب انك تجمع المعلومات هذه كلها، فايش قالوا لازم نقلص دائرة المعلومات علشان ايش نقدر نكتب بسهولة. فقالوا ايش بنكتب اسماء المخرجين والممثلين والممثلات اللي عايشين، الموتى خلاص اسحب عليهم، خلاص البقية في حياتنا. المهم مشيت الامور، قام خوينا الطفشان قال لا كده مش كفاية، نبغى قوائم زيادة، نبغى قوائم اكثر. قام ورجع وسوى قوائم خاصة بالممثلين والممثلات والمخرجين اللي ماتوا، خلاص الاحياء كتبناهم كلهم. تخيلوا، مو عاقل مو عاقل. المهم يا حبيبي الموضوع بدأ يكبر، والقوائم هذه بدأت تطول وتتزايد، وخلال سنة واحدة تخيلوا وصلت عدد الصفحات اللي فيها هذه القوائم حوالي 10,000 صفحة. يا لطيف. المهم يا حبيبي بعدها بكم سنة، وبالتحديد سنة 1993، وتتحول هذه القوائم إلى موقع، وتم تسمية هذا الموقع IMDb، وهو اختصار لعبارة Internet Movie Database أو قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت. فلو أحد سألك يعني مستقبلا إيش يعني IMDb، يقول له Internet Movie Database، سوي فاهم عليه. صدق وعد دوبني عرفت ايش يعني IMDb وانا اكتب الفيديو ذا. طبعا وقتها الموقع كان يعتمد على المتطوعين زي المنتديات، يعني اي شخص يجي يقدر يكتب معلومات، هذه قائمه عندي، هذه افلام، هذه من عارف ايش، وينشرها. ولكن هم الاربع الاشخاص دولي اويا كان عددهم وقتها اللي صار، كانوا يراجعوا المعلومات اللي تدخل من قبل الزوار والمتطوعين ويأكدوها، اذا اوكي دان، اذا مش اوكي يحذفوا. المهم يا حبيبي، وبعد تاسيس الموقع بكم سنه برضه، ولما انتشر وصار عليه اقبال شديد وقاعده جماهيريه عاليه والزيارات صارت مره عاليه على الموقع، بعد هذه الشهره كلها وبالتحديد سنه 1996 تم تحويل موقع IMDb الى شركه رسميه، وتم تحديد مقرها في بريطانيا. والرئيس التنفيذي والمالك لهذا الموقع كان هو اخونا الطفشان كول ندهم، اسمه كده كول ندهم، هذا هو، بحط لكم صورته هنا فين، هذا هو مؤسس IMDb، هذا هو المالك تبع IMDb، طبعا مش المالك الى الان. المهم يا حبيبي بعدها في سنتين، وفي سنة 1998 جيف بيزوس مالك ومؤسس شركة امازون الشهيرة سمع بهذا الموقع، موقع IMDb، قال يا عمي انا لازم استحوذ على هذا الموقع زي ما بغينا نسوي مع نتفليكس، بس اننا مطفرين. راح اقدم لكول ندهم الطفشان هذا عرض مستحيل يرفضه، قاد فاذر. المهم بالفعل راح جيف بيزوس وجلس مع كول ندهم ذا وقال له اسمع يا حبيبي انا رجال ابشتري موقع IMDb هذا منك، بكم تبيع؟ كول ندهم يعني ما كان متوقع انهم بيعطوه اصلا فلوس كثيرة، قال والله صراحة
محمول البيع على الموقع يعني معليش والله تعب السنين هذا ما مستحيل ابيعه. جيف بيزوس قال له اسمع يا ابويا سيب الكلام الفاضي 50 مليون ها تبيع؟ ادهم واضح انه انصدم وفغر وشعره طاح يمكن وقتها من ذا الخبر. قام قال ها ايش؟ ويرجع جيف بيزوس ويقول له يا ابويا 55 مليون ها بعت؟ ندهم وقتها خرطش وقال يا عمي بعتك وخلاص خذ هات ال 55 مليون. ورسميا اصبح موقع IMDb شركه تابعه لشركه امازون الشهيره. بس اقول لكم حاجه، انا عارف انكم خايفين على صديقنا الطفشان الاصل على اللطيف هذا، هذا الشخص اللطيف ما زال المدير التنفيذي لهذا الموقع او لشركه IMDb. جيف بيزوس يا حبيبي شيطان، قال لك يا عمي هذا اول شيء يعرف شغله وهو المؤسس وعارف مداخل ومخارج الموقع ومظبط المظابيط، اللي هو المدير انا املك الموقع واعطيه ادارته، خذ 55 مليون وخذ راتب وظبط امورك بس الموقع هذا يصير تحت سيطرتي. طبعا جيف بيزوس وقتها ما كان هدفه انه يستحوذ على الموقع وخلاص، كان هدفه انه يسوق لمنتجات شركه امازون عن طريق هذا الموقع، بحكم انه الموقع مرة مشهور ويعني بيوظفوا لأغراض مستقبلية. بيزوس شيطان شيطان. المهم الموقع مع الوقت بدأ يتطور، الواجهات صارت مرتبة أكثر، الممثلين والمخرجين والمنتجين بدأوا يعتمدوا على هذا الموقع سواء في نشر أعمالهم أو أيا كان، وحب حبة إلى سنة 2002 ويتم افتتاح موقع IMDb برو. الفكرة من IMDb برو مو بس فلوس، الفكرة أنه موقع IMDb العادي اللي هو المجاني هذا مستهدف الناس اللي زيي وزيك، الناس العادي يعني باحثين ومتابعين ومهتمين، ولكن IMDb برو كان يستهدف المخرجين والممثلين ووكلاء الأعمال وشركات الإنتاج. والله أنا مخرج وأدور على ممثلين أروح على IMDb برو، أنا شركة إنتاج وأدور على طاقم مصورين أو مهندسين صوت أو أيا كان أروح على IMDb برو، أنا ممثل وأبغى أبحث عن فرص تمثيل أروح على IMDb برو. فهمتوا الفكرة؟ خلاصة الكلام إنه موقع IMDb انقسم إلى قسمين، قسم خاص بالهواة والجمهور والمتابعين والنقاد اللي هو المجاني، وقسم خاص بصناع الأفلام وشركات الإنتاج والممثلين. وحاليا ورسميا قيمة موقع IMDb وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكي، وأنا عارف إنك ملقوف ودك تعرف كم يجي بالسعودي، حتى أنا زيك رحت حولتها، 7 مليار ريال سعودي، وترتيبه 64 في قائمة أهم المواقع الإلكترونية، وعدد الأعمال اللي موجودة داخل موقع IMDb تجاوزت 1.5 مليون عمل من أفلام ومسلسلات ووثائقيات. حاجة مرعبة حاجة مرعبة، الموقع هذا ضخم ضخم بشكل ما هو طبيعي. غير أنه في تطبيق على الجوال رح تحمل موقع IMDb أو تطبيق IMDb عفوا، وعيش وسجل دخول وحط قائماتك والتفضيلات والتقييمات ضبط المظبيط. عن نفسي للأمانة تقريبا بديت أستخدم موقع IMDb من عام 2012، وتقريبا أستخدمه بشكل يومي بشكل يومي، لأني دائما يعني أشوف إيش آخر الأخبار وزي كذا، لأنه مو بس مجرد موقع للأفلام برضو الأخبار الأفلام أخبار السينما والتلفزيون بشكل عام. المهم وأنا أجهز الفيديو قلت يا ابويا خليني اشوف ايش اول فيلم او مسلسل قيمته. طبيعي انك تقدر تخش على قائمه الافلام والمسلسلات اللي قيمتها وتشوف ايش اول فيلم ومسلسل قيمته. فدخلت على قائمه الافلام والمسلسلات اللي قيمتها، وابغاك تخمن ايش اول مسلسل وفيلم قيمه الوجيه. وقف الفيديو كده وخمن، خمن ايش اول فيلم ومسلسل قيمهم الوجيه. خمنت يمكن جبتها صح، اكتبها وارسلها في التعليقات بعدين ايش شوف صح ولا لا. اول مسلسل قيمته كان ديكستر ومعطيه 9 من 10. والله اني كنت متحمس مع ديكستر، ليش معطيه 9 من 10 ما نعرف. المصيبة انه نهايته ما كانت يعني مرضية للامانة، بس انه اعطيته 9 من 10 ديكستر. واول فيلم قيمته كان فيلم ثور الاول، عارف الظاهر اني لا تحكم، لا حد يحكم علي رجاءا رجاءا، هذه مش اول اعمال تابعتها، هذه اول اعمال قيمتها، فتح مخك. انا تابعت افلام كثير، لما اخش على قائمه الافلام اللي تابعتها وقيمتها في موقع IMDb حوالي 500 فيلم. شوفوا للامانه انا دائما ما اقيم يعني بشكل مستمر، الفيلم اللي ما يسوى المسلسل اللي ما يسوى اطنش ولا اروح اقيم ولا شيء، ولكن انا اللي دائما حريص اني اقيمه هي قائمه افضل 250 فيلم، كل ما اتابع منها فيلم اروح اقيمه، على انه الليست ذي حقت ال 250 فيلم لما تدخل خلوني اوريكم. IMDb هنا لما تدخل على قائمة Top Rated Movies تدخل هنا يجيب لك على اليمين شوف يقول لك You have seen، يعني انت تابعت 130 فيلم من اصل 250 فيلم، يعني انا حققت بروجريس 52% 130 فيلم، اي والله باقي لي 120 فيلم واخلص القائمة، ف
فقريبا قريبا راح أخلص هذه القائمة إن شاء الله. على كل حال يا جماعة هذه هي قصة موقع IMDb، حبيت شاركها معاكم وحبيت شارك معاكم يعني أهم المعلومات البسيطة عن تجربتي مع هذا الموقع الرائع. وفي ناس كثير يسألوني ليش تحب موقع IMDb، روتين توميتو أحسن. يا أخي أنا أحب موقع IMDb، كيفي تحب روتين توميتو؟ روح يا أخي عيش حياتك في روتين توميتو، ما أنا ما يعجبني. أنا يا جماعة الخير اللي هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، شاركوني أفلامكم اللي قيمتوها في موقع IMDb، إذا تقدروا ترجعوا في القائمة تشوفوا إيش أول فيلم قيمتوه وإيش أول مسلسل، شاركوني إياها وقولوا لي كم تابعتوا فيلم من قائمة أفضل 250 فيلم، وهل ناويين تتابعوها كلها ولا أنتوا دائما كذا انتقائيين تختاروا أشياء معينة والباقي تسحبوا عليها. وبس والله كان معكم الوجيه، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، وسوي لايك يا وحش وقول لي ايش رايك في السيت اب الجديد.